يعني اكو جاي اشمع موجودة عندي، الكتب والشرائط موجودة عندي، يعني شرائط صريحة جت تصيح بالناس خلي يذبح بعضكم بعض. يا ناس الله الله في وحدة المسلمين، ارجوكم ذولا هالناس البسطاء، هذا اللي فك عينه يا فلان فك عينه بالبيت وما يعرف ان شنو مذهبه، لما كبر شاف امه وابوه حنفيه صار حنفي، شاف امه وابوه شوافعي صار شافعي، شاف امه وابوه شيعه صار شيعي، هذول منو منهم الى خلق راح استقرا الادله وطلع الكتب وناقش النظريات وانتهى الى راي ناس مسلمين على الفطره. الله الله في وحدتهم، الله لا يرحمكم ورحمته، والله والله انكم قتل ومجرمون، شهد الله وكفى ان هذه الكتب من ورائها ايدي مجرمه، هذه مهمتها أن تمزق وحدة المسلمين. الإسلام تقريبا تم اختطافه، ديننا مختطف يا أخي على أيدي بعض المشايخ والاتجاهات والمتنطعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله في مشايخنا وعلمائنا الذين بثوا ولا يزالون يبثون روح الكراهية، يكرهون المسلمين بعضهم في بعض، يكرهون المسلمين في العالمين، كأن ديننا رسالته نشر الكراهية. أصبحنا لا نرى أحدا، نحتقر عباد الله، نحتقر البشرية من عند آخرها، أصبحنا أكفر الناس بالنعم، كأنه أكفر إنسان بنعمة الإنسان هو المسلم اليوم، تعيش في ظلهم أيها الإخوة، سواء في بريطانيا في ألمانيا في جهنم في أي مكان، تعيش في ظلهم، تأخذ الأمان تأخذ النقود تأكل من أموال ضرائبهم، ثم بعد ذلك كفار. أي دين هذا يا أخي؟ أي فقه هذا؟ اليوم ماذا نقدم نحن للبشر؟ نحن نقدم تاريخا نتحدث عنه. أين نحن؟ هل إسلامكم كتب تقرؤونها؟ صحف تتصفحونها؟ أم جاء الإسلام ليكون حياة، ليكون خلقا، ليكون علاقة، لنقدم للإنسانية ما الذي بعث من أجله 313 رسولا تعاقبوا على البشرية ليهدوها؟ نحن اليوم أمة خسيسة في نظر الناس، نحن لا نصنع طعامنا، لا نصنع لباسنا، لا نصنع شرابنا، لا نصنع سيارتنا، لا نصنع هاتفنا، نحن عالة على غيرنا، غيرنا يطعمنا ويكسونا، نمد أيدينا للناس لنتكففهم ونقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أين مساهمتنا في قيم الإنسان ومحبة الإنسان؟ هذا النبي الذي جاء علمنا أن تهدم الكعبة 100 مرة أقل عند الله تعالى من أن يداس على كرامة إنسان. بينك وبين الله، شوف هذا منطق الرحمة الإلهية المهداة من قبل الأئمة، وين؟ وبين هذه الفضائيات البائسة المتخلفة من السنة والشيعة بلا فرق، وهو أنه مو فقط المسلمين كلهم إلى النار، حتى من لم يوافقه من علماء الشيعة أيضا ماذا؟ إمام إلى النار. مولانا انتوا روحوا اسمعوا فضائيات الشيعة الآن اللي محسوبة مع الأسف على مراجع يدعون لأنفسهم ما يدعون. واحدة من أهم خطط إسقاط العالم الإسلامي هو الاصطفاف الطائفي، اللي مع الأسف الشديد الآن من يعلم ومن لا يعلم من الشيعة والسنة ده ينفذ نظرية ماذا؟ ها؟ نظرية الفلاسفة الأمريكان في صدام الحضارة. ولذا أنا أتصور هذا الصدام الطائفي اللي الآن موجود جدا مخطط له. ما أريد أقول أن الفضائيات اللي الآن ده تهيئ الأرضية الطائفية عملاء، لا لا، أنا أعتبر هذول مجموعة من العوام، مجموعة من الجهلة، مجموعة من الذين لا يفهمون ده ينفذون مآرب الآخرين. وعلماء الدين والمرجعيات الدينية والمؤسسات الدينية إن لم تقم بمهمتها وبمسؤولياتها اطمئن سنصل إلى ذلك اليوم شيعي يقتل شيعيا قربة إلى الله، كما الآن سني يقتل سنيا ماذا؟ يفجر نفسه بين السنة ليتقرب إلى ماذا؟ إلى الله.